بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أخونا العزيز أحواضه كلها سارت عدس ماء. طبعا كيف جاء عدس الماء؟ كيف صارت أحواضه عدس ماء؟ اشترى هو أزولة وسمدها واتبع الطرق تقريبا شهر. بعدين إيش الظروف اللي خلت الأزولة تضعف أو تموت؟ ما ندري. ففي بعض لما تشتري الزريعة من الأزولة يكون معاه شوية عدس ماء. عدس الماء طالما الأزولة قوية ما يقدر يتكاثر وانتشر. عندما تضعف الأزولة يبدأ يتكاثر عدس الماء لين يغطي على الأزولة. وميزات عدس الماء أنه قوي يتحمل أكثر من الأزولة. وبعدين نشوف الحوض اللي قبل شوي كان فيه شوية طحلب وبغاله معالجة وبلغته فيه، فنترككم مع الفيديو. انتقل للحوض الثانية، ما شاء الله عنده حوض 5 أو 6 حوض كلها عدس ماء، كل الأحواض عدس ماء، كان في الأساس أزولة. في هذا الحوض اللي قضى عليه الطحلب، والحوض هناك حينظفها وحيزرعها زريعة أزولة من جديد.